حوالي 60 كيلومترا عن مدينة مراكش تقع محطة أوكيمدن. هذا الفضاء الذي كلما حل فصل الشتاء إلا وارتد معطفه الأبيض ثلوج بيضاء تغطي جبال هذه المنطقة والتي يتجاوز علوها 3000 متر لتمنح لمرتديها الفرصة للاستمتاع بجمالية المنظر ولملا ممارسة بعض الرياضات الشتوية. أوكي من منطقة جبلية زوينة هاد العام الحمد لله كاين تلج كتير، تنجيو كل عام تنمارسو الهواية ديالنا هنايا. وكاينين دي بيست لجميع المستويات ديال هواة التزلج على الجليد. جينا حنايا كرحلة ونتوتان كوب دو بيغسان باش نستافدو ونشوفو هنا المنطقة ديال أوكيمدن. لا بروميييغ فوا كنجيو ليها. Maintenant c'est les vacances et on est venu à l'Okaïmden, on profite bien. Il fait un peu froid mais c'est génial, il fait très beau et il y a de beaux paysages ici. من داخل المغرب وخارجه يقصدون محطة أوكيمدن خصوصا أثناء عطلة نهاية الأسبوع. محطة تقدم لزوارها العديد من الأنشطة الترفيهية وتعتبر بمثابة متنفس للهروب من ضوضاء المدينة نحو هدوء وجمال الطبيعة. منظر مزيان بزاف. حنا جينا من تطوان. تطوان كما كتعرف معروفة عندنا بالصيف وهذا، ولكن حتى هنا عاودت المناظر ديال الثلج وهذا شيء رائع بزاف. الاستقبال كان زعما في المستوى. جبرنا لوطيلات ما كاين مشكل، جبرنا النظام كاين زعما مضبوط، الامور كامله مزيانه. هنا نبدل على التطوان ديالنا هنا كاين تجبرت، ولكن في البلد ديالنا كاين الحرارة. جيتني هنا نمشي نقوزي فاكونس مزيان مع العائلة ديالي. الوليدات العائلة باش ندوزو هانتي مو هنايا في أوكيمدن مانيفيك. كل زائر لهذا الطرف الجميل لا يتردد لوهلة في القدوم إليه مع اقتراب كل فصل شتاء. فالمنظر من أعلى محطة ثلجية في إفريقيا يستحق ذلك.